بين النادي الأهلي والنادي والهلال السوداني هي علاقة قديمة جدا، وإحنا جينا الآن لتعميق هذه العلاقة أكثر وتطويرها إن شاء الله في الأيام القادمة. حتروا العلاقة بين الناديين مشت الأفضل الأحسن إن شاء الله على مستوى عالي إن شاء الله. نعم، هذه زيارة حتى منها يعني من بين الأهداف اللي هو تعظيم العزاء في وفاة العامري. نعم، هم كان هناك جاء يعني كان هنا كان جاءت مجموعة من المعظمين الأعزاء، لكن أنا كنت في غياب وكان أود أن أخذ أنا كرئيس لهذه العزاء، ومن ثم تمتين العلاقة بين الفريقين وتطوير العلاقة. الأصل هي متميزة لكن مثل الأكثر إن شاء الله. كابتن الخطيب يعني في حديثه معنا أكد بأنه كل إمكانيات النادي متاحة، وأيضا وصلنا الآن لتكوين لجنة من الفريقين، وهذه اللجنة حتجلس وحتبحث عن أوجه التعاون المشتركة المختلفة للتعاون إن شاء الله، وترفع هذه التقرير إلى إن شاء الله للتوثيق والتوقيع إن شاء الله في الأيام القادمة. هي طبعا نادي الأهلي طبعا نادي كبير، نادي عريق ونادي قديم، وله إسهامات كبيرة جدا وله بطولات كبيرة جدا على المستوى الأفريقي على المستوى العربي. هو فريق لا يستهان به، فريق ما سهل. فطبعا يعني ايضا برضه الهلال فريق ما سهل، فريق برضه لا يستهان به، وان شاء الله يعني نتعاون مع بعض وان شاء الله نطور مع بعض وان شاء الله حنمشي مع بعض على المستوى الافريقي والعربي ان شاء الله. هي اصلا الفرق بتتبارى دي ندية يعني دي جميله جدا جدا، الناس تتبارى هذا يغلب هذا وهذا ينتصر على هذا، فده طبيعي جدا. فهي اصلا هي كره اصلا هي يغلب يا مغلوب يعني، هي الكرة كده هكذا يعني. فاحنا اصلا هو هدفنا كله من الكرة يا طالب يا يعني تغلب تمشي قدام، فما في مشكله ان شاء الله. فدي حاجه طبيعيه احنا يعني بتتباين في النظر كيف النهايه ان شاء الله نمشي قدام ونطور وضعنا ان شاء الله. ما في غربه، احنا كلنا كشعب واحد مبسوطين سعيدين بنتحرك بحريه تامه كاننا بلدك، في حقيقه هي بلدك الثانيه، فاحنا سعيدين جدا والله. نعم، احنا كده العمق العلاقه بين الاهلي والهلال السوداني زي ما قلت هي علاقه قديمه جدا، فاحنا جينا الان لهذه العلاقه لتطويرها وتوطينها وتوثيقها والامام ان شاء الله. فاحنا العلاقه بين الناديين علاقه قديمه وعلاقه مؤكده، وايضا العلاقه بين الشعبين هي علاقه قويه وعلاقه متينه. وحسي ما شفت الان حسي الشعب المصري استقبل كل الشعب السوداني، طيب وكانت يعني الشعب السوداني حسي الان معكم هنا في استقبال وفي ترحيب وفتاح. نشكر الحكومة ونشكر الشعب على هذا الاستقبال وهذا الاستضافة.